العينة. فين العينة؟ سمير، سمير. نعم. أمورين يا مدام نادين. كان في شنطة هدايا هنا، أنا سبتها بالمنزل. أيوه أيوه، هدية البيبي. أنا وديتها أوضة مستر شادي. وهي كده الحاجة تلف تلف وترجع لصاحبها. ايه يا بنتي مالك؟ كنت بدور عليك. خير؟ اختك يا سيدي كانت هتبوظ ميتنج البنك، قعدت تفتكر اللي حصل لها من مريم واللي حصل لها من شيرين، وقعدت تعيط قدام الناس. كده مش هينفع، لازم تتصرف معاها. يا حبيبي طيب كل اعمل لك ايه طيب؟ انا بجد زهقت، بجد زهقت، مش قادره خلاص. اهلا يا شادي، اتفضل. ايه ماله؟ بيعيط كده ليه؟ مش راضي ياكل يا شادي، يا دوب يبدا وبعدها خلاص ما يكملش اكل. هي دي مرحله الرضاعه المتقطعه، بعد كده هيرضع بشكل طبيعي عادي. واو، برافو يا شادي، برافو. بص يا شادي، اللي خمن ان طارق هيعمل غير كده يبقى ما يعرفوش كويس. شوف ايه الحوار اللي شاغلهم واعرف عنه كويس، واستنى لما فرح ما تعرفش تتصرف، واكيد امها مش هتبقى عارفه تتصرف، ولما ماجده كمان تبقى مش عارفه تتصرف، ساعتها انت ادخل وخد الموضوع. انا سمعت عن الموضوع، قريته في المقاله دي. صفحه رضاعه متقطعه، الاول البيبي بياكل كل ربع ساعه، وبعدين ايه ده بياكل بياكل يا ماما. حلو حلو ما شاء الله، برافو يا سيدي، بسك حلو قوي يا ابني، انا اتفعلت بيك على فكره. يا جماعه ايه اللي حصل؟ فريد بدا ياكل يا بابا. ايه الصوت ده؟ ده بيضحك لي. لا هو كده عايز يغير، عمل اخيه. طب هاتي يا حبيبتي، انا هغير له وهكمل له رضاعه. هاتي وانا هاجي اساعدك نغير لفريدي حفيدي. ارتاحي انت يا حبيبتي، ارتاحي وركزي، ركزي، روحي ارتاحي انت يا ماما. طيب تعالي يا ماما ارتاحي معانا جوه. طيب انا هسيبك بقى تستريحي شويه واجي بكره. لو عايز تبات النهارده مع فريد مفيش مشكله. يعني عايز اخليكم براحتكم، يعني حاسس اني مش مش ايه، يعني بصراحه حاسس ان انا مش في وسطكم، مش واحد منكم، يعني حاسس ان انا مش زي طارق. حتى سالته ازاي اعرف اخليكم تحبوني وكده. انا قلت برضه، انا قلت شغل النخربه اونلاين ده مش انت خالص. بس شادي انا عايزه اقول لك ان انت مش لازم تبقى زي حد، انت ابو فريد. خلاص هبات مع فريد. طب ممكن اعدي عليك الصبح انت وفريد، اقعد معاكوا شويه وبعدين امشي بالليل؟ طبعا. خلاص هروح اجيب اللبس وانتوا ظبطوا لي مكان. اوكي اوكي يلا. بقول لك ايه، انا جات لي فكره نقدر نحل بيها الموقف اللي حصل مع بتوع البنك. بطلي تمثيل بقى علي. ايه ده قصدك ايه؟ قصدي انك عامله ان احنا اصحاب، وانا عارفه رايك فيا كويس قوي، وعارفه انت بتخططي لانت وشادي. سمعتكم وانتوا بتخططوا ترموني برا الاوتيل. انا اكيد يا عليا مش مبسوط اني بعشم نادين، بس انا مش عايزها حواليا ولا في حياتي كلها. فرح دلوقتي بقت ام ابني، ما ينفعش اخلي حواليا اي بني ادم هي مش مرتاحه له. ولان عليا كانت مصره تصلح الموقف باي تمن. طيب بس انت ما سمعتيش اللي اتقال بعد كده. وهو ايه بقى اللي اتقال بعد كده؟ انا سالته بصراحه، انت عايز تكون مع مين؟ وطبعا قال لك فرح. لا اتعصب عليا وقال لي كل اللي بيحصل ده غلطتك انت، وعنده حق بصراحه. طبعا لولا الغلطه اللي انا غلطتها كان من زمان فريد ابنك. ايوه صح، المره
المفروض فريد كان يبقى ابني انا. لسه الامل ما ضاعش يا نادين. لو عندك اي فرصه تقدر ترجعكوا تاني لبعض استغليها. وللمره التانية عليا بتلبس شادي في الحيط. ولان نادين ما بتغلبش والنت عليه طريقه عمل كل حاجه، شادي هيبقى اب من غير ما يعرف تاني. يلا هنجيب المسلسل من الاول. الحمد لله يا ستي، فريد وصل للوزن المثالي. بجد يا دكتور؟ الحمد لله. عيشتينا بس يومين في قلق. اه والله دي بوظت لي اعصابي. الحمد لله عدت على خير. بصوا بقى، انا هقول لكم حاجه، بس مش عايزاكم تتنرفزوا ولا تزعلوا ولا تغضبوا ولا تتعصبوا ولا الحاجات دي خالص. في ايه يا ديدا؟ مالك يا ماما؟ اصل انا وماجد ماجد وانا يعني اصل انا وماجد اتجوزنا. انا عارفه ان انتوا مصدومين. لا يا حبيبتي، وهنتصدم ليه؟ اتنين مجانين واتجوزوا كده برضه يا ماما. بس ما تقلقوش خالص، يعني احنا متفقين ان الوضع هيفضل كما هو عليه. يعني انا هفضل معاكوا هنا لغايه اما اطمن على فروحه واطمن انها مراعيه فريد كويس قوي قوي قوي. لا والله يا حبيبتي فيكي الخير. تصدقي انا كان نفسي يخطفوك انتي بدل فريد. ليه بس يا ماما كده؟ زهقتيني في عشتي، ما بقتش طايقه. استني بس يا ماما افهمك. تفهميني ايه؟ فرفوري هقول لك. بس فرفوري انت اتجوزت؟ اصحى. عارفه اتجوزت مين؟ اتجوزت جدو حبيبي. اللي جابك هنا؟ جاي اطمن. امن الاوتيل بقى مسؤول عن امن جنابك يا ست هاني. شكرا يا طارق على كل حاجه. انت تأمريني يا فرح، انت وفريد كمان. وشكرا على اللي انت عملته مع شادي يا خبير شؤون عائله فرح. عمل ايه؟ هو خضني بصراحه، كان محتاس. لا انت ساعدته كويس بصراحه. هو بيت جوه صح؟ هو وماجد وكل العيله بيت جوه. انا كمان لحد ما اطمن هبات هنا. طارق انا كان نفسي اقول لك خليك معانا، بس انت عارف. طبعا عارف. خبير شؤون عائله فرح كان فعلا عارف ان فرح لسه بتحبه. طب هروح انا بقى عشان الحق اجهز نومتي في العربيه. اوكي تصبح على خير.